بنفس طريقته، فهو برضو بيفرض سيطرة عليهم، بس السيطرة دي بتبقى بدافع ان هو عايزهم احسن، يعني بيحب ولاده، عايز ولاده احسن منه بكتير، بس برضو بيبين لهم الحب ده في شكل نصايح دايما، في شكل خلي بالك انت كده غلط، خلي بالك كده. برج العقرب منظم جدا جدا جدا، منظم في دماغه، في تفكيره، في خطواته، يعني حاجته، في ادواته، ادواته لازم تبقى مرصوصه ومحطوطه بنظام وبدقه متناهيه. لو شلت حاجه من مكانها هيبقى يعني يومك مش حلو خالص. لو دخل مكتبه ولقى حاجه هو حاططها اتحطت الناحيه التانيه، هيبقى في علامه استفهام، هو انا حاططها هنا، انا عايزها هنا. فبرج العقرب من الناس المنظمه جدا جدا جدا، وبتحب الهدوء، وبتحب الناس اللي عندها طموح، وبتحب تلاقي دايما دايما كده العجله دايره، ودايما في احسن، ودايما في انتاج، ودايما في تفوق، يعني دايما تلاقوا حياته حتى دايما فيها تطور، تطوير باستمرار، تطوير 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 ما بيقفش. برج العقرب ما عندوش حاجة اسمها نهاية او حاجة اسمها ستوب او كفاية كده، لا خالص. كمان عنده ميزة كبيرة جدا جدا جدا، ويحب الناس اللي تتعامل معاه بنفس المنهج. لو وعدك وعد لازم هينفذه، شوفوا بقى لو على رقبته، لو بصوا هيبيع وراه واللي قدامه والغالي والنفيس عشان ينفذ وعد هو وعدك بيه هينفذه. فعشان كده هو ما بيوعدش بحاجة الا اذا كان واثق 1000000% ان هو هينفذها، عارف هيعمل لك ايه. انا الاسبوع الجاي هروح في الحتة الفلانية، يبقى هيروح. انا الشهر الجاي هجيب لك الحاجة الفلانية، يبقى هيجيبها. طالما طلعت من بقه كلمة انا هعمل، ثق 1000000% ان هو هيعمل. حتى لو هو ما معهوش حاليا، هو هيجيب الفلوس اللي هيعمل لك بيها الحاجة. برج العقرب وعده، وعده زي السيف على رقبته، مش ممكن ابدا يغير وعده لحد. برج العقرب في الحب بقى، في الحب رومانسي جدا جدا جدا، وبيتفانى بيتفانى فعلا لو حب حد، ان هو الاول يحصل عليه، يدور ازاي انا حبيت حد، ازاي انا احصل عليه، بيتفانى بقى. ولو حصل عليه يتفانى في اسعاده، ودايما هتلاقوه بيدور ازاي يرضيه، وازاي يبسطه، وازاي يسعده، فدايما بيبقى عايز حد يشوفه من جوه. برج العقرب عنده غموض 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 غموض، ما يحبش حد يعرف اللي جواه. لو في حياتك حد برج العقرب لازم تحترمي جدا مساحة الخصوصية بتاعته. هو ما بيحبش الغيرة الزيادة، الغيرة الأوفر. طبعا هو رجل العقرب مشهور جدا بالعلاقات النسائية، رجل العقرب من الشخصيات اللي بتحب العلاقات، متعدد العلاقات يعني، وبيحب يسمع كلام كتير اعجاب، وبيحب يسمع كلام حب، وبيحب الحاجات دي جدا. فهو ما بيحبش شريكته تكون غيورة اوفر، يعني علشان يعني هو بيبقى عايز حد يتحمل الصفات. هو بالنسبة له العلاقات النسائية التانية دي اللي هي غير مراته، هو مش بيعتبرها خيانة، هو بيعتبرها يعني دي علاقات عابرة، انا بحبك انتي وبخلص ليكي انتي وبشوفك انتي وحياتي معاكي انتي، لكن دول يعني حاجة كده بس، يعني زي كده الفاكهة اللي جنب الاكل بس، هو زي الحاجة اللي تفتح، يعني هو بيعتبر ان العلاقات النسائية اللي بره الحياة الزوجية دي ملهاش، مش خيانة خالص، لا دي حاجة على جنب كده. العقرب بقى حاجه كمان بيضايقه، ما بيحبش حد يساله فيك ايه او مالك، او حد يكشفه قدام نفسه، يعني انت لو عارفه هو عامل ايه ده اسكتي. ما بيحبش حد يقتحم الغموض بتاعه، هو غامض جدا ما بيحكيش اللي جواه، يعني هو ممكن يكون عنده مشكله كبيره جدا وقاعد ساكت مش عايز يحكي، ما هو مش هيحكي، فهتسيبيه ساكت، ما تقولوش مالك وفي ايه وبتاع. لو هو عايز يحكي وانتي محل ثقة بالنسبة له هيحكي لك وهيتكلم. فدايما لو انتي
في حياتك حد برج العقرب، انا هقول لكم باختصار الحاجات اللي ممكن تحافظي عليها وتعمليها باستمرار علشان تحافظي على رجل برج العقرب. اول حاجة انك تكوني صادقة جدا، مفيش كذب ابدا، ما بيحبش الكذب خالص. تكوني بسيطة جدا في كل تصرفاتك وطبيعية ومش متكلفة وانسانية، عندك انسانية وعندك هدوء وعندك حب وعندك احتواء، هو بيحب كده. تلفت نظره الست الذكية جدا والمثقفة واللبقة عن الست الشيك الحلوة الجميلة. هم برج العقرب معظمهم عندهم أناقة، أناقة في الفكر وفي اللبس وفي التصرفات، دايما بيحبوا يظهروا بمظهر شيك، فهم دايما بيحبوا الست اللي محافظة على لياقتها. مش بتفرق معاه الست الجميلة قوي من انه، بس هو بيحبها ايه، فيها روح، فيها حياة، فيها حيوية، فيها دايما تجديد. مش بيحب الست اللي هي يعني حياتها بتقف او رتم حياتها بطيء او عندها كده هدوء زيادة عن اللزوم، لا مش بيحب كده، بيحبها مرحة وفيها حياة وفيها روح دايما متجددة. تالت حاجة ان انت تحترمي المساحة الخاصة بتاعته، تحترمي الوقت اللي هو عايز يقعد فيه لوحده. برج العقرب لازم له وقت كده يقعد مع نفسه لوحده، محدش له دعوة بيه. رابع حاجة ان انت تكوني عندك طولة بال، مش عصبية، ما بيحبش العصبية، ما بيحبش الست اللي صوتها عالي، ما بيحبش الست اللي عندها الأنا عالية، ما بيحبش الست اللي هي تفضل تلومه، ما بيحبش الست اللي تكشفه او الانسان. اصل هو لو حبك فانت بقيتي شريكة حياته، برضو مش معنى كده ان انت تقتحمي حياته وتعيشي وتدخل، لا هو له مساحة بتاعته، مش عايز حد يجي جنبها، مش عايز حد يقتحم هدوء المربع بتاعه، بالظبط زي الصندوق الاسود، هو عنده صندوق اسود محدش يجي جنبه ابدا. فانت دايما تحافظي ان انت تحترمي، لقيتي قاعد ساكت او قاعد في حاله. خامس حاجه بقى ان هو بيحب يعرف ادق التفاصيل، ادق التفاصيل عن كل الاشخاص اللي حواليه، ولازم يسال وتجاوبي، هيسالك في ده وده 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 وده، ولازم يبقى عارف. هو بيحب يبقى ملم جدا، هو ما يحكيش وما يتكلمش، لو قمتي على سر الدفن خلاص مش ممكن يتكلم فيه، لكن يحب يعرف. هو عشان هو برج العقرب بطبيعته شكاك، فدايما بيسأل ويستفسر ويقول لك ايه ده وعشان ايه وده مين ودي ليه وده عمل ده ليه وده اسئلته كتير وحركته كتير، ومش بيثق في الناس بسرعه. فانت يوم ما هتبقي مراته او خطيبته او زوجته او هو شايفك ان انت حاجه كبيره قوي عنده، اعرفي ان هو بدا يثق فيكي، عديتي على اختبارات كتير. مش معنى كده ان هو اتجوزك يبقى هو هيبتدي يعرفك، لا هو اوريدي عرفك واتطمن وعارف عنك حاجات كتير قوي، حطك في اختبارات كتير جدا. ما بيحبش الست اللي هي ليها علاقات كتير ودايما طايره ودايما من هنا لهنا هنا، لا لا، بيحب الست تبقى بتاعته، دي بتاعتي، هي جنبي، مكان ما اروح هي معايا، مكان ما اقعد هي تقعد، مكان ما نمشي هي تمشي، تتبسطي من غيري، لا بيغير جدا. رجل برج العقرب غيور جدا 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 جدا، فلما بتحطيه في وضع غيرة بيتحول، فدايما بيبقى عايز ان هو يكون كمان سبب في سعادة الاخرين اللي حواليه، هو السبب. يعني هو بيحب حد فهو عايز الحد ده يتبسط معاه هو بس، يكون هو بس السبب في سعادته. يعني انا ما بتبسطش مع حد غيرك، انا مش بفرح مع حد غيرك. فانت لو في حياتك حد برج العقرب، حسسيه ان انت حياتك ما بتكونش حلوه وانت بعيد عنه. دايما وصلي له الصوره انه كل حاجه من غيرك ملهاش طعم، كل حاجه من غيرك مش حلوه. هو بيكون سعيد جدا، يعني في منتهى السعاده لما يحس ان هو وهو بعيد عنك انت مش سعيده. دايما كده حسسه برج العقرب ان هو محور حياتكم، هو بيحب كده. رجل برج العقرب بيحب دايما يحس ان هو محور حياة اللي حواليه، هو سند للجميع، هو جواه طيبة ورومانسية وحنية، حاولوا تكسبوها. انا قلت لكم على خمس حاجات تعملوهم هتكسبوا قلب برج العقرب جدا.